بالنسبه للنواب، النائب اليوم من الشعب ماله عينتخب النائب، ايش حيريد منه؟ حيريد منه يوفر له الخدمات، يوفر له يوصل صوته للبرلمان، تمام؟ ما انه يصير يعني عون على الشعب، انت فاهم قصدي شلون؟ اليوم النائب مالك كل شيء ما وفر للشعب الموصل لي نحن بالاخص والشعب العراقي بصوره عامه، ما شفنا ولا نائب طلع انه مثلا نيابه نحن مسكنا فلان شيء او فلان شيء او سوينا فلان مشروع، ماكو، هاي كله ما نشوفه، والفلوس وفلوس الشعب كلها رايحه على قولتنا 56، يعني ما نريد نذكر اسامي من نواب نينوى، وما شفنا كلهم، يعني ما كلهم ما حد قدم شيء للنينوى، يعني لحد هذا يومك. نحن اليوم نحكي مع يعني من هذا المنبرك الكريم على الدولار، نحن اليوم الدولار احنا ما الناس شلل الحركة التجارية بالموصل بصورة عامة، نحن نريد من النواب لأن هو هذا يمثل الشعب ويمثل الشعب الموصلي أو المواطن الموصلي يوصل صوتنا للبرلمان بالنزول الدولار. من 2007 وجاي صار نظام محاصص، فأي مشروع يجي النائب بصراحة المواطن نفسه مو مطمن، يعني احنا هسه من مناطق خارج الموصل من تل عبطة نشوف مشاريع الاعمار، بصراحه اكو مشاريع زينه تابعه لشركات، لكن اكو مشاريع عن طريق بعض النواب تكون سيئه جدا صراحه ومزريه يعني بالنسبه للمنطقه، بس هو على اساس انه يراقب من بعيد، وهذا بينما هي صايره محاصصه، خلينا نقول محاصصه صغرى يعني بين النائب واصحاب يعني خلينا نقول المقاولين، يعني بعض النواب صراحه ما يعرف شنو شغله اصلا من الاساس، شنو موقعه، بل يعني الموقع كنائب ما يعرف شنو شغله نفسه، خلاص النائب فلان جاو كذا مبلغ المنطقه معينه، ما عنده اي تصريح، يعني ما ينزل يقول تصريح استلمت كذا مبلغ وراح اسلم كذا مبلغ، المواطن يكون على درايه بالمبلغ اللي يجي، ان النائب اذا ما تصير عنده يعني اشراف حضوري هذا الشيء ما راح يفيد المواطن ابد، اذا ما يكون عنده اشراف ووجود بالمشروع. النائب يعني شغلته تشريع القرارات، قوانين هالشكل شيء ومراقبه، بس يعزم شويه نزاهه، تمام؟ يعني واقع الحال تخليك نشوف بانه وضعيه المدينه ووضعيه البلد بصوره عامه هاي المرحلة اللي وصلناها، ولو ما اكو كومشينات ولو ما اكو امور يعني ما خلف الكواليس ولو ما اكو امور اتفاقات اللي المدينة ما تكون بهاي الطريقة، اكو امور شخصية هم يتفقون بيها المصالح شخصية، ولا شوفها ما شاء الله صار عندهم ثراء فاحش، ومو كلهم، احنا مو نقول الاغلبية الاكثرية، بس نقول يعني اكثر الناس هالشكل.